المنتخبين الجارين الإخوة الأعداء يمكن أن نقول بين منتخبي هولندا وألمانيا. بداية المباراة إذن والكرة للمنتخب الهولندي. الكرة من مايكل بالاك ولكن كرة مايكل بالاك تعود للمنتخب الهولندي إلى الوراء. بنحروز في الدفاع في محور الدفاع اليوم. كرة طويلة الآن تبحث عن فان نيستلروي وفان نيستلروي إلى أريان روبن والهدف الأول. الهدف الأول عن طريق اللاعب أريان روبن في قدمه اليسرى الساحرة منذ الدقيقة الثالثة للمباراة. بداية قوية جدا للمنتخب الهولندي هنا على حساب جاره الألماني بفضل اللاعب روبن نجم فريق تشيلسي اللندني. والرايات البرتقالية هنا ترفرف عالية في روتردام وماركو فان باستن منتخبه يبدأ بقوة. هذا المدرب الجديد للمنتخب الهولندي ماركو فان باستن 11 مباراة سابقة لم يخسر المنتخب الهولندي ولا مباراة مع ماركو فان باستن. وأريان روبن يؤكد العنفوان الهولندي بهذه الكرة الساحرة. كرة تعود من كريستيان وورنس وأريان روبن بهذه القدم اليسرى يضع الكرة في الزاوية 90 وأوليفر كان يستقبل أول هدف هنا منذ الدقيقة الرابعة للمباراة. بداية ولا أجمل. بداية بنكهة هجومية بنكهة برتقالية. ومرور جميل من أريان روبن. أريان روبن إلى الجهة اليمنى حيث كروم كامب. أريان روبن فان نيستلروي. فان نيستلروي إلى مادورو. مادورو يتقدم الآن وكرة عرضية وفان نيستلروي وأوليفر كان. أوليفر كان يأخذ هذه الكرة من فان نيستلروي. الهولنديون يرسمون أجمل اللوحات هنا في هذه اللقطة. محاولة جماعية وجملة جميلة جدا. كرة تضيع عن كوراني إلى أريان روبن. بداية الهجمة هنا مراوغة أولى وتمويه جسدي جميل جدا وكرة تذهب على الجانب الأيمن وكرة عرضية من مادورو لاعب الوسط. هذا أمامكم اللاعب مادورو و فيليب كوكو طويلة إلى أريان روبن. يتحرك على اليمين وعلى اليسار أريان روبن. هذه المرة ينطلق من اليمين كرة إلى فان نيستلروي. تضيع الكرة. تضيع الكرة الجميلة من أريان روبن إلى فان نيستلروي ولكن الهداف الشهير يضيع الفرصة الكبرى هنا. أريان روبن سرعة فائقة توغل ممتاز وتمريرة ممتازة جدا تمريرة ثمينة ولكن كرة فان نيستلروي ذهبت هناك على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى الحارس أوليفر كان. هذا هو فان نيستلروي. ربما 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 كان بإمكانه دولية مع المنتخب الألماني وكرة والهدف الثاني لا على العارضة. على العارضة للمنتخب الهولندي. هجمة سريعة جدا وكما شاهدنا كيوت يسهم في هذه الهجمة ومحظوظ جدا أوليفر كان. خطأ لميروسلاف كلوزي لاعب فيردر بريمن الألماني بينما كيوت وكرة جميلة جدا إلى مادورو وكرة مادورو على العارضة. على العارضة هذه الكرة والتمريرة جميلة جدا مليمترية ترويج جيد وعلى الطائر بدون انتظار ولكن ثبات. وماركو فان باستن لم يخسر أبدا حتى الآن مع المنتخب الهولندي لا في الوديات ولا في الرسميات. وكرة طويلة الآن وتمر جانبية. تمر جانبية وتطرح تساؤلا كبيرا هذه الكرة لديرك كيوت. أين الدفاع الألماني أمام هذه المحاولة الهولندية وهذا التحرر في الرقابة من الجانب الهولندي. نلاحظ كيف أن ديرك كيوت قد استطاع سلاف كلوزي بينما يبقى كوراني في التشكيلة الأساسية في مقدمة الهجوم. نكتشف التبديلات مع بعض. وكرة إلى أريان روبن في بداية هذا الشوط الثاني. أريان روبن والهدف الثاني. الهدف الثاني لأريان روبن. أريان روبن هذا يمكن أن نسميه الهولندي الطائر. هذا هو الهولندي الطائر لهذا الجيل الجديد للكرة الألمانية. وكرة جميلة جدا ومحاولة جميلة جدا من روبن. روبن الذي يقهر الدفاع الألماني في هذه المباراة ويمنح المدرجات البرتقالية فرحا مجددا في هذه المباراة. أريان روبن هو كلمة السر. هو مفتاح الشباك.
الهواك الألمانية، وكلينزمان في حيرة، كلينزمان ارتسمت على وجهه هذه الحيرة. نلاحظ هذه السرعة، لا اللاعب وورنس ولا فريدريتش استطاع إيقاف هذه الكرة، ولا كذلك الحارس أوليفر كان. ومحاولة جميلة جدا وتصويب لهذه القدم اليسرى القوية والساحرة لهذا الهولندي المتميز المبدع منذ أيام البرتغال 2004 مع تشكيل. ويتقدم فريدريتش ومحاولة، ولكن الدفاع الهولندي يبعد الكرة مرة ثانية. وركنية ألمانية الآن، ركنية ألمانية الآن، كوراني أمامكم ويراقب أوبدام، والركنية الألمانية وكرة مرفوعة الآن على مستوى وسط منطقة الجزاء والهدف. ميكائيل بلاك، ميكائيل بلاك يسجل بضربة رأسية. بلاك النجم الألماني يمنح المنتخب الألماني بالون من الأكسجين بهذا الهدف في الدقيقة 49 بعد دقيقتين فقط من هدف اللاعب أريان روبن، الهدف الثاني للمنتخب الهولندي. نلاحظ ابتعاد بلاك عن الرقابة التي كانت مضروبة عليه من اللاعب فيليب كوكو، يغالط فيليب كوكو، يبتعد عن فيليب كوكو ويسجل بارتباء رأسية. النجم الألماني الكبير الذي كان يريد الانتقال إلى ريال مدريد، وكثر حول هذا الموضوع الكلام عن ماركو فان باستن، هذا الذي منعته الكرة من أن يواصل الطريق، بينما هنا يواصل أريان روبن الطريق. وجول يضيع، يضيع الجول الثالث، يضيع الجول الثالث والهدف الثالث. وأريان روبن واصل طريقه ثم أمد هذه الكرة لزميله في الآخر، ولكن الاستغلال لم يكن جيدا في هذه الأزمة التي مرت كالشهاب المضيء، كالشهاب المضيء على أرضية هذا الملعب. أريان روبن يتقدم، يراوغ الأول والثاني والثالث ويمد هذه الكرة الساحرة، ولكن الاستغلال وروي ماكاي المتقدم لم يأخذ هذه الكرة. هذا أريان روبن، هذا هو الدينامو، هذا هو المحرك، هذه هي السرعة الخامسة، هذا هو الخطر الهولندي. اسمه أريان روبن هنا في يوبدرفال، ويوبدرفال درب المنتخب من عام 78 لحدود 84 67 مباراة أشرف فيها على المنتخب الألماني وتوج بطلا لأوروبا عام 80. وكرة خطيرة الآن، وأسامواه الجول الثاني، الجول الثاني لأسامواه. الألمان لا يعرفون الاستسلام، الألمان لا يعرفون الاستسلام. منذ حين كنت أتحدث عن هذا المنتخب الألماني وعن قدرة هذا المنتخب الألماني في العودة دائما، وكنت أقول بأنه حيازة الكرة والضغط والأهداف لا تعني الفوز في النهاية، فيمكن لفريق أن يسجل ويعدل، وهو ما يفعله المنتخب الألماني. أسامواه هذا الأسمر الرائع يسجل، واستماتة جميلة جدا من اللاعب بوروفسكي، وبوروفسكي يهدي كرة الهدف إلى أسامواه الذي يراوغ المدافع. فعله كانت إيجابية، لا شك أنها تثير رضا وارتياح يورغن كلينسمان. وهنا صافرة النهاية أحبة الكرام، وبالتالي تنتهي المباراة بالتعادل هدفين لهدفين بين هولندا وألمانيا، ومباشرة إلى مباراة أخرى في هذا اليوم المقبل.